أمين عام جامعة الدول العربية. صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم. كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على هذه المبادرة الكريمة باحتضان الدورة الثانية لهذا المؤتمر الهام، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إننا نجتمع اليوم والعراق يشهد مرحلة تحول مهمة في تاريخه المعاصر، حيث اتخذ خطوات ملموسة على صعيد استعادة التوازن في علاقاته بمحيطه العربي والإقليمي، وذلك بعد تشكيل حكومة جديدة جاءت في أعقاب مخاض عصير شهد استقطابات داخلية حادة. نجح العراقيون في احتوائها بمنطق السياسة وآلية الحوار، وندعو ونرجو أن يستمر هذا النهج الاحتوائي في المستقبل من دون إقصاء لأي طرف أو جماعة سياسية، حفاظاً على السلم الأهلي للبلاد بكل مكوناته وأطيافه. لقد أخذت هذه الحكومة على عاتقها مهمة صعبة من أجل استعادة ثقة الشعب وتخفيف معاناته، ونحسب أن العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة تطوي صفحة المحن والمآسي التي عانى منها العراق على مدى عقود، وبما يمكن هذا البلد من تحقيق الازدهار والتنمية والقيام بدوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعيداً عن أي تجاذبات إقليمية أو مساع لبسط النفوذ أو الهيمنة. إن العراق لا ينبغي له أن يكون ساحة للصراع أو تصفية الحسابات، وأننا نجتمع اليوم لنقول أننا ندعم حق العراقيين في أن يروا مستقبلاً أفضل لأبنائهم، وأن يحققوا تطلعاتهم المشروعة في النمو والاستقرار بتوظيف الإمكانيات الهائلة لبلدهم. ثم تناقات مضيئة على الساحة الإقليمية، هناك إدراك لدى الدول بأن التعاون وبناء شبكات من المصالح المتبادلة يمثل مساراً لا غنى عنه من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية. إن موارد المنطقة يمكن أن تتعاظم مرات ومرات إن هي استغلت في إطار من التعاون البناء، وتمثل المشروعات الطموحة بين عدد من الدول العربية من الربط الكهربائي إلى الاستثمارات المشتركة في البنية الأساسية طاقة أمل لشعوب المنطقة وشبابها. ولا شك أن هذا الاجتماع يعد منصة مهمة لتعزيز هذا النوع من التعاون والتشبيك عبر الإقليم، غير أن تحقيق الازدهار للإقليم يظل رهناً بتخفيض حدة التوترات الأمنية والتهديدات. وأؤكد في هذا السياق أن معالجة حالة الاستقطاب في الإقليم تبدأ من التزام جميع الأطراف بالمبدأ المؤسس للعلاقات الدولية الحديثة، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واتباع سياسة حسن الجوار، فضلاً عن الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها كوسيلة لحل النزاعات. ولا يخفى أن ما يعاني منه الإقليم من أزمات وصراعات متفاقمة يظل انعكاساً لاستمرار بعض الأطراف الإقليمية في مباشرة تدخلات سافرة تؤجج الصراع والعنف وتغذي النعرات الطائفية والانقسامات. إن هذه التدخلات الإقليمية لا تضر العراق واستقراره وسلمه الأهلي فحسب، وإنما تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمين، وتزيد من حدة الأزمات القائمة وتضعف من فرص حلها. إن الأزمات الإقليمية ترتبط بحلقة متصلة، ولا شك أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما يشهد حل الدولتين من تراجع وتغييب في ظل صمت دولي مريب ووسط انعطاف يميني حاد وخطير في إسرائيل وتجذر لليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني
ينظر بأسوأ العواقب ويهدد استقرار المنطقة بأسرها، ويضرب جهود التعاون الإقليمية في الصميم. إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته نحو وقف هذا التدهور المتسارع في الوضع الفلسطيني، والعمل من أجل إطلاق جهد جاد لتحقيق التسوية على أساس رؤية الدولتين. إن المنطقة تقف في لحظة فاصلة بين اليأس والأمل، وعوامل الأمل أكبر بكثير من بواعث الأمن والإحباط، اليأس والإحباط. ويقيني أن دول المنطقة قادرة على خلق واقع جديد من الشراكة والتعاون والتنسيق على كافة المستويات. وتقف الجامعة العربية بكل قوة خلف كل جهد مخلص لمد الجسور وتعزيز شبكات المصالح المشتركة، وتعتبر دعم العراق في هذه المرحلة ركناً أساسياً في استراتيجية النهوض الإقليمي الشامل، وتساند العراق وأهله وحكومته في نضالهم من أجل عبور ظلام اليأس إلى آفاق الأمل والإزدهار. شكراً جزيلاً لكم جميعاً. شكراً معالي أمين عام جامعة الدول العربية.